سلامة وقدر ولطف. الحمد لله قدر ولطف، قدر ولطف. أهلا بس عليكم، أنا أحمد كمال بتاع أفلام، وأخيرا رجعت من الكورونا يا جماعة. وحشتوني جدا بطريقة يعني بطريقة كده اللي هي يعني إزاي كده فعلا يا جماعة، بجد من أكتر الحاجات أو أنتوا أكتر حاجة وحشتني أساسا في فترة الكورونا الصراحة. وبشكر فرد وبني آدم بني آدم من بتوع أفلام ومش من بتوع أفلام، بعتولي رسائل قد كده وكومنتات قد كده على البوست لما أنا قلت إن أنا جالي الكورونا. بجد يا جماعة من أكتر الحاجات اللي ادتني موتيفيشن في إن أنا أتعامل اساسا كلام بتاعكم وكل سؤالكم عليا الصراحه حاجه ما تتوصفش اساسا. وهرجع اقول لكم وحشتوني جدا وحشني السد جدا انا بقالي بتاع حوالي شهر كده، وكانت الحلقتين ثلاثه اللي فاتوا كانوا متصورين اساسا من قبل كده، ففعلا دي اطول مره انا بعدت فيها عن البرنامج الصراحه. وحشتوني. شكرا. شكرا. ما تقول حاجه. شكرا. خلاص خلاص. وطبعا في خلال فترة الكورونا دي الواحد اتفرج على افلام كتيرة جدا ومسلسلات لا هي مش مسلسلات، هو مسلسل واحد، وانتوا عارفين انهي مسلسل اللي انا قلتلكوا هكرس حياتي عليه، وكرست حياتي عليه في فترة الكورونا. الحجر الصحي ده هبافتكره بالمسلسل طبعا، انتوا عارفين ايه هو، بس هنخليها الحلقة تانية جميلة وطويلة وخفيفة ولذيذة ان شاء الله. لكن من اول الحاجات اللي الواحد اتفرج عليها بعد ما خف الحمد لله كان فيلم وقف رجالة. فيلم وقفة رجالة انا فاكر ان انتوا من زمان اساسا بعتولي كتير جدا على التريلر وعلى ان الفيلم ده هيتعمل من ابطال كلنا بنحبهم اساسا، فقلتولي اعمل تريلر رياكشن والحاجات دي، بس انا للاسف ما كانش في وقت ان انا اتكلم عليه، لكن انا اتفرجت عليه اوريدي وهنتكلم بالتفاصيل، هل الفيلم حلو، هل الفيلم وحش، هل اخشه سينما، هل ما اخشوش سينما، كل ده هنتكلم عليه في الحلقه دي. وانا اسف ان انا طولت عليكم في المقدمه شويه. وطبعا قبل ما ابتدي الحلقه عايزك تظبطني لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشترك على انستغرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجي لك الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. مبدئيا كده اول ما تشوف البوستر وتشوف الابطال بتاعه الفيلم، ماجد الكدواني وسيد رجب وشريف دسوقي وايضا الفنان بيومي فؤاد، فانت متوقع انك انت هتخش فيلم المفروض ولازم تحط توقعات عاليه ان الفيلم لازم يبقى كوميدي حلو جدا بتمثيل احلى واحلى، لان هو ده اللي احنا متعودين عليه من كل واحد لوحده اساسا. فتخيل لما الباكج دي كلها تتعمل في فيلم واحد. انا الصراحه بيني وبينك كنت قلقان جدا الصراحه، لان انتوا فاكرين خلال الفترة اللي فاتت الواحد كان بيتفرج على افلام كتيرة لبطولات جماعية ما كانتش حلوة ولا تليق بالمستوى الكوميديا اللي احنا منتظرها من ابطال العمل. بس برضو بيني وبينكو انا بقول لكم الصراحة، انتوا عارفين زي ما احنا متعودين على طول، من ضمن الحاجات اللي كانت برضو مشجعاني شوية ان الفيلم ده ممكن يبقى احلى واحلى، ان الفنان ماجد الكدواني فيه برضو. يعني برضو ماجد الكدواني لو تلاحظوا هو بقاله الفترة اللي فاتت دي قليل جدا او من النادر ان هو يقبل دور ما يليقش بقيمته مثلا، او لازم يبقى دوره جامد والفيلم بيبقى جامد. فانا داخل الفيلم زي ما بقول لكم متخوف من حاجه، بس في نفس الوقت عندي امل في حاجه. وابتدى الفيلم وابتديت اتفرج على الفيلم وعجبني الفيلم وانتمكت مع الفيلم. هتقول لي يا ابو حميد هل يستاهل اخش السينما ولا لا؟ احب اقول لك ان فعلا يا جماعه بجد والله العظيم ثلاثه مع تحوير. احب اقول لكم بدون نقاش الصراحه يا جماعه من وجهه نظري المتواضعه ان فيلم وقفه رجاله من اكثر افلام الكوميدي اللي الواحد اتفرج عليها في خلال الفتره اللي فاتت كلها اساسا. كنا بنعاني معاناه شديده جدا يا جماعه في الكوميديا في خلال السنتين او الثلاثه اللي فاتوا، كان من النادر تلاقي فيلم كوميدي كيفك ويعجبك وكله ابدع الصراحه يا جماعه. يعني كل الابطال، يعني مش هقدر اقول لك ان ماجد الكدواني بس ادى لوحده، ولا اقول لك سيد رجب، كلهم مع بعض يا جماعه عملوا فيلم كوميدي اكتر من رائع. وطبعا زي ما انتم عارفين في القصه من التريلر او انتم عرفتوا غالبا قصة الفيلم، ان هي شلة اصحاب متكونة من اربع افراد وهم اصحاب من هم صغيرين اساسا. ومن ضمن الحاجات اللي تعجبك وتحمسك جدا في الفيلم ده برضو ان فكرة السن والعمر، العمر ان هم كلهم عندهم 60 سنة يعتبر. فيلم بيبين لك شقاوة الناس او الرجالة اللي عندهم 60 سنة وفكرة علاقتهم ببعض ان هم صغيرين، وفكرة لما بيسترجعوا الذكريات مع بعض وكل الكلام ده، حاجات انت نفسك بتحبها اساسا. وزي ما انا قلت لك على قصة الفيلم
الفيلم ان هو عبارة عن ان سيد رجب حصلت له وعكة ان مراته توفت اللي كانت قايمة بدورها الفنانة سوسن بدر اللي هي قايمة بدور ضيف شرف في الفيلم. وهنيجي عندها في حتة معينة لازم افهمكم حاجة معينة في حوار او في دور سوسن بدر في الفيلم. فطبعا اصحابه التلاتة قالوا يلا بقى نجمعه ونفرفشه وكده، فراحوا عند بيت ماجد الكدواني في منطقة ما ساحلية عشان يقضوا وقت لطيف. وبتحصل برضو خط رومانسي ما بين الفنان محمد سلام وايضا الفنانة امينة خليل. النص الاولاني من الفيلم يعتبر انت بتتعرف على الشخصيات اكتر واكتر، وكل واحد عيلته هو حوالين عيلته عامل ازاي وكل الكلام ده. وفي نفس الوقت في النص التاني من الفيلم انت بتشوف كوميديا كتيرة جدا. هتقول لي النص الاولاني ما فيهوش كوميديا، احب اقول لك برضو النص الاولاني فيه كوميديا بس مش مسخرة المسخرة زي النص التاني. ده في مشهد يا جماعة في الفيلم ده بجد، حتى لو انت واحد ما عجبكش الفيلم ولو دخلت الفيلم وما عجبكش وشفته ان هو مش كوميدي مثلا او اي حاجة، بس اراهن اي بني ادم على كوكب الارض او اي بني ادم عربي يعني هيفهم اللغة بتاعتنا ويشوف المشهد بتاعهم هم كلهم وهم بيعملوا حاجة في الاب. يعني انا مش عايز اتكلم حاجة اكتر من كده وما احرقلكش، بس يبقى افتكرني في المشهد ده لما تتفرج عليه. حاجة قمة في المسخرة. هل وقفنا عند كده وقفنا ان الفيلم بس انت داخل ان هو كوميدي فقط لا غير زي ما انا قلت وتمنيت اللي هو قشه، انا مش عايز قصه ومش عايز تمثيل، انا عايز اخرج من الفيلم اضحك. هل الفيلم واقف عند الضحك وبس؟ احب اقول لك برضو لا. الفيلم يا جماعه فيه مشاهد دراميه اكتر من رائعه، وهرجع واقول لك مش بس ماجد الكدواني. في مشهد يا جماعه كانوا كلهم قاعدين مع بعض في الكنبه وكل واحد عمال يطلع اللي جواه. تلقائيه بيومي فؤاد في المشهد ده، فكره ان هو بيحكي بطريقه كوميديه بس انت صعبان عليه. يعني هو قال حاجه كده تلقائيه هتخليك المفروض تضحك بس انت ما بتضحكش عشان انت حاسس بيه. في نفس الوقت بتشوف مشهد اكتر من رائع وبيبين لك قد ايه البني ادم. انتوا فاكرين يا جماعه انا قلت لكم عليه اساسا ايه في رمضان اللي فات؟ فنان شريف دسوقي. فنان شريف دسوقي يا جماعه بجد اتمنى من كل منتجين مصر يستغلوه في الحته دي، مش اللي هو اي حاجه ويلا بينا نعمل اي حاجه دلوقتي. اتمنى من الفنان شريف دسوقي بجد ينقي الاعمال دي، اعمال اللي هو يبقى فيه كوميدي بس في نفس الوقت فيه تمثيل، مش فكره انا طالع بس كده بسبب النجاح اللي انا نجحته في 100 وش السنه اللي فاتت. شريف دسوقي من المواهب الثقيله جدا يا جماعه بجد. وفي نفس الوقت احب اقول لك ان الفنان الكبير سيد رجب هو وحشني جدا. يعني انا بالنسبه لي مورجان فريمان العرب الصراحه انا فعلا وحشني، وكان حاسس ان بقالي فتره ما شفتوش في اعمال كتيره، يعني ده على حسب مشاهدتي يعني الاعمال في خلال الفتره الاخيره. بس من ضمن الحاجات اللي لازم تفهم، كلنا عارفين سيد رجب ان هو ممثل رائع بدون نقاش، بس فعلا بتشوف مشهد مثلا في اخر الفيلم هو بيقرا رساله. يعني طبعا مش هقول لك رساله ايه ولا كل الكلام ده، بس اتفرج على نظرته وهو بيتكلمش. هو واحد طالع منه كل المشاعر والاحاسيس اللي موجوده عند اي بني طالعه بس ما بيتكلمش، هو فقط بيقرا وبيبص. ده غير طبعا بدون نقاش، يعني انتوا عارفين بدون نقاش ماجد الكدواني عبقري كده كده، سواء في الكوميدي سواء في الدراما سواء في مشهده ما بينه وبين سيد رجب برضه في اخر الفيلم، حاجه اكتر من رائعه. ونيجي بقى عند الحته اللي قلت لك فيها بتاعه سوسن بدر ونقف فيها حتة معينة. سوسن بدر في الفيلم ده يعتبر ضيف شرف خلاص. انا عايز بقى لكل الناس والمنتجين برضو زي ما هم بقوا يسمعوا كلامنا كده في خلال الفترة الاخيرة، يعني في قاموس كده السينما والافلام ده معنى ضيف الشرف. يعني ايه ضيف شرف؟ ممكن يطلع مشهد او مشهدين او ما يطلعش كتير خالص بس بيأثر فيك من اول الفيلم لحد اخره، كأنه هو خلاص هو طلع مشهد او مشهدين بس انت سبت اثر كبير فيا. ده معنى ضيف الشرف بالنسبة لي، مش فكرة اللي هو انا هجيب بقى صاحبي واحمد السقا ومحمد هنيدي في الفيلم ويطلع يعمل كده ويسرى تطلع تقول ازيكم والبلوبه تقول مش على عيني وراسي، وان الحاجات دي بتبقى جميله وكانت جميله جدا في الصناعه في الاول بقى من 5 سنين كده ان هو يجيبوا حد تقيل في الفيلم يطلع مشهد والكلام ده. لكن فكره التمثيل ضيف شرف سوسن بدر في الفيلم ده كما قال الكتاب، يعني ايه ضيف شرف؟ رائعه. يعني عارفين يا جماعه مثلا فيلم واحد من الناس والفنانه منى شلبي ما طلعتش كتير في الفيلم خالص بس
مأثرة معاك وسابت بصمة في الفيلم من أوله لحد آخره. وطبعا برضو انتوا عارفين ان انا بحب محمد سلام جدا، فكل مشاهده برضو الكوميدية اللي فيها كانت اكتر من مسخرة. انا فاكر ان اول واحد ضحكني في فيلم اساسا كان محمد سلام في اول مشاهده مع ماجد الكدواني مثلا. طب ابو حميد يعني اول فيلم كده خلاص يعني حلو، خلاص هتدي له 10 من 10 يعني احلى حاجة في الدنيا كده وبتاع، يعني مفهوش اي سلبيات. احب اقول لك ان السلبيات قليلة جدا، لا بالنسبة لي طفيفة جدا. يعني مثلا علاقة محمد سلام وامينة خليل المشاهد الكوميدية فيها حلوة، المشاهد الرومانسية كان تمثيلهم هما الاتنين حلو مش وحش، بس النهاية بتاعة العلاقة دي يعني ما عجبتنيش، ودي وجهة نظري الشخصية يعني. وفي نفس الوقت حاجة برضو تافهة جدا بس انا بنادي بيها بقالي كتير جدا الصراحة. ايه هي يا ابو حميد؟ ان فكرة الاغاني في الافلام، احنا الشعب الوحيد او السينما الوحيدة في كوكب الارض لازم في اي فيلم كوميدي او في اي فيلم يبقى فيه البطل او البطلة او مغني يطلع يغني في الفيلم. مش عارف ليه مش راضيين نبطل الموضوع ده. انا قلتها برضو قبل كده في فيلم مش فاكر ايه، ممكن يكون اسلوب الدعاية بتاع الفيلم انك انت تعمل الاغنية دي والاغنية دي تطلع مثلا وتكون مشهد او كليب يتعمل بره الفيلم، لكن فكرة ان الاغنية جوه الفيلم دي حاجة انا بالنسبة لي ومن وجهة نظري بتفصلني شوية. لكن في نفس الوقت هل اثرت في الفيلم واللي هو ايه البواخة دي؟ لا ده فرح ودنيا والكليب موجود، عشان بس محدش يقول لي ان انا حرقته ان هو كان في فرح وكده، ايبه كان في الفرح، الكليب انتشر دلوقتي وبقى متاح. هو ده بقى فكرتي، فكرة انك انت تعمل دعاية للفيلم من على الطريق. بس في الاول في الاخر رأيي يترمي في الزبالة وبرعيكو اللي انتوا عايزينه. وقبل ما ننهي الحلقة لازم ندي اشادة كبيرة لاتنين هم دول اللي بالنسبة لي علوا الفيلم خلوا الفيلم المستوى ده، ان هم اكيد لازم ندي اشاده في حته الكتابه. مثلا هيثم دبور ما عملش فيلم طلسقه وسلق بيض وكده وخلاص، لا عمل جانب كوميدي كبير جدا، عمل جانب درامي حلو والناس هتحبه وهيعجبها، عمل فيلم انا بالنسبه لي واللي هو برضو الاشاده الثانيه للمخرج اللي بالنسبه لي ده هو نمبر 1 في الكوميدي في كل الافلام. يعني انا وبرضو هدي له رساله كده، اتمنى ان هو يشوف الفيديو ده وان هو يسمع كلامنا بس في الحته اللي انا هقولها دي. اول حاجه احمد الجندي يا جماعه بجد، يعني هو وهيثم دبور طبعا شركاء نجاح في الفيلم ده اللي انا متوقع ان هو كده كده هيعيش، وهتشوفوا وبسمعوا كلامي. الفيلم ده من ضمن الافلام اللي هتبقى بعد 5 سنين او 10 سنين من دلوقتي او 20 سنه هيبقى بيتعرض في التلفزيون كتير جدا وهتبقى تتفرج عليه، ولما يجي مش هتبقى متضايق وهتبقى تتفرج عليه على طول وكل الكلام ده. ورسالتي لاحمد الجندي في اخر الحلقه، ارجوك اتمنى بجزء تاني لفيلم بنك الحظ. بنك الحظ ده يا جماعه بالنسبه لي ومن وجهه نظري فعلا من اكتر الافلام الكوميدية. انا قلت الكلام ده كتير جدا، قلته في كذا حلقة، وفيلم بيتعاش عليه. يعني فعلا لما بتبقى زهقان بتفتح بنك الحظ، انا فعلا الفيلم ده عليه يعني علامة تعجب كبيرة جدا، كل ما تتفرج عليه كل ما تضحك كأنك تتفرج عليه كأول مرة. اتمنى انك انت تعمل الجزء التاني بتاع بنك الحظ، لان فعلا الفيلم ده بقى من اكتر الافلام شعبية وجماهيرية في الوطن العربي كله الصراحة. وقبل ما ادي لك تقييم الفيلم احب اقول لك ان انا خارج من الفيلم مبسوط من حاجة واحدة بس، ايه هي؟ ان الكرو ده والطاقم العمل ده والناس الكبيرة الكبارة دول خرجت فعلا، ايوه هو ده اللي انا كنت عايزه منكم فعلا، هو يعني هو ده تمام جدا وشكرا جدا والحمد لله ان انتم ما غزلتونيش زي باقي الافلام اللي اتغزلت فيها الصراحه. وفي الاخر تقييم الفيلم وقفه رجاله هو 8 من 10، واتوقع تاني، يعني شفت قلتها كم مره، ان هيبقى في جزء تاني، لان الفيلم ده انا متاكد هيعجب ناس كتيره جدا، ولما ينزل بقى في القنوات وبتاع مش عارف ايه هينجح اكتر، وده توقعي الشخصي. واهم حاجه قبل ما الحلقة، بالرغم ان انا قلت عني الحلقة دي بتاع حوالي 12 مرة لغاية دلوقتي، لما تخش السينما خد بالك على نفسك، كمامة كحول في ايدك على طول، سيب مسافة ما بينك وبين اللي جنبك، اهم حاجة صحتك، فانت اهم حاجة خد بالك. يعني انت لو لبست الماسك بتاعك وسبت التباعد والكحول والكلام ده مش هيجرى لك حاجة، خدوا بالكم من نفسكم دي اهم حاجة. وطبعا لو عجبتك الحلقة دي عايزك تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة، وعايزك تشترك على انستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقة أول بأول. وأحلى مسا عليكم، شيربخ زر، لا ده أنا بخرف عادي يا اسطى، فوق لها قدر ولطف بيتتكا طاقة، لا أنا ما برقص، مروان هو اللي بيطلع. أيوه هو اللي بيترقى. أنا شريته ولا إيه؟